تعالوا نستمر في مجلس العلم مع الأستاذة ريهام من دمياط. أستاذة ريهام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ازي حضرتك يا مولانا؟ فضل ونعمة الحمد لله. والله حضرتك أنا مش عندي سؤال، حضرتك مش مخلينا محتاجين أي حاجة من خلال حتى الموضوعات اللي بتعرضها وحتى في مسألة الكرام، ربنا يكرمكم. لكن أنا كنت عايزة أشكر حضرتك على سلسلة السلام. الله ربنا يحفظك يا بنتي. والله ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك يا رب على كل شغل ولا تعسره. والله الله يرضى. وحلقة الحديث وحلقة الجليس ربنا يكرمك ويبارك فيك. ربنا يحفظكم ويزيدكم نور وبركة وفضل ونعمة. بص يا أستاذ ريهام، بص يا أستاذ ريهام، صحيح أنت بتقولي ما عندكيش سؤال، بس أنا عندي امتنان لحضرتك، لأن واضح إن حضرتك متابعة للحلقات، ولو في أي فكرة ممكن نطور بيها أنا ببقى سعيد جدا جدا بده، لأن في الحقيقة في فرق كبير جدا جدا ما بين الكلام في الإعلام، لأن في الحقيقة الحلقات دي لحضراتكم، فلازم حضراتكم تكونوا مشاركين معانا بكل ما لديكم من اقتراحات، عشان دايما نكون مع بعض بنمشي في الطريق اللي هو طريق الدلالة على الله سبحانه وتعالى. فأنا شكرا لحضرتك، ولو في أي مقترحات أسعد إن أنا أسمع. طيب أنا فضل. كنت عاوزة فعلا أشكر حضرتك، هي فعلا الحلقات مش بس أشوفها في يومها بس، أنا تكون مرجع ليا في أوقات كتير في حياتي. فأنا حبيت أشكر حضرتك، لأن أنا والله من رمضان وأنا نفسي أعمل التواصل ده بس ما عرفتش. شاكرين لحضرتك. يعني أنا عرفت أوصل لحضرتك وأشكرك على المجهود الجميل ده، وربنا يجعله في ميزان حسناتك وما يحرمناش بركة علمك يا رب. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك ويزيدك نور وبركة. وشكرا جدا لحضرتك على اتصالك.